فالقرآن الكريم يأتي ويقول تعال وتحدث معها من القلب إلى القلب فعظوهن، أي المرتبة الأولى. تبين أن هذه المرأة مو كأكثر النساء، أكثر النساء بالموعظة يتراجعون، أكثر النساء بالاعتذار يستقبلون، لكن هذه المرأة لا، راكبة على جناح إبليس كما يقولون، لازم تسوي لفلان شيء، بعد كذا يوم العيد يصير لازم نسافر، ايش معنى فلانة بنت فلان تسافر في كل عطلة وفي كل عيد وأنا كذا ما أسافر، لازم تسفرني، أختي ذاك سافرت، عمتي سافرت، ما أدري بنت عمي وصديقتي سافرت، ايش معنى أنا ما أسافر؟ طيب، ويبدأ النكد من الآن إلى يوم العيد، يتحول يوم العيد إلى ما تم. طيب زين، هذه امرأة لم ينفع معها شنو الأمر الأول، يجي الأمر الثاني، واهجروهن في المضاجع. العادة أن المرأة تحب أن تكون في دائرة الاهتمام والعناية والرعاية من زوجها، تقعد وياها على التلفزيون، طالع في التلفزيون كل شوية تندسك، يعني أنا موجودة ترها، ايش معنى مخلي عيونك هناك؟ شيء مؤذي لها في جماعة، افترض مع أخواتها مع كذا مع أهلها أو أهله، إذا تمدح وحدة أخرى وما تمدح هذا بعد يا ويل فاعله. طيب ليش هذا؟ لأن أي امرأة تحب أن تكون في محط الاهتمام والعناية والرعاية بالذات من زوجها، هسه من الآخرين ما توجه إليها مو مشكلة، ولكن من زوجها تحب أن تكون محط رعايته وعنايته. فيجي الدين يستخدم هذا الأسلوب لكي ترجع، ترى إذا ما تتعظي بالأسلوب الأول يمارس عليك ضغط نفسي وهو الهجران في المضاجع، يعني أنا لا أهتم بك، أنا لا أعتني بك. فيقولون أنه لو نام معها في فراشها يحول ظهره منها الصوب وينام. واحد قيل له هكذا، قال زوجتي إذا حولت أنا ظهرها الصوب هي تبغاها من الله تشيل المخدة وتطلع إلى غرفة ثانية أصلا. طيب العادة أن المرأة شعورها بالهجران شعور كبير، يعني أنا ما أعتني فيك، أنا ما أهتم بيك، لا أقيم لك وزنا، هذه عقوبة لا ينبغي أن يمارسها الإنسان إلا لكي يحل المشكلة، هو بالنتيجة مطلوب منه أن ينهي مشكلة النشوز الحادث في البيت، هاي المرحلة الثانية. آخر مرحلة إذا هذه ما نفعت يجي موضوع العقوبة البدنية. العقوبة البدنية والتي هي ضرب بسيط غير مدمن ولا يلون البدن وليس منطلقا من منطلق التشفي، مو يجي مهتد كن مخباط كما يقولون وشايل إلى خشبة، ووين ما صابت هذه المرأة أو ذاك الكف الثقيل ماله على أي مكان من الأماكن، لا، هذا إذا سوى واحد تقدر المرأة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ويجون يأدبون هذا الإنسان، ما يقدر يضرب هكذا. إنما قالوا أن ذلك بعد انقضاء المراحل الأخرى، وإذا كان يكون بمثل عود السواك، عود السواك ما يوجع عادة، ولكن المقصود منه الإيلام النفسي، صنع شيء نفسي في هذه المرأة. طيب بل بعض العلماء يقولون أن الضرب إنما يكون في حالة واحدة وهي حالة الخيانة الزوجية، وأما باقي المشاكل فلا، لا يجوز ضربها إلا إذا أتت بفاحشة منها الفواحش، وأما في غير هذه الحالة كلا. طبعا الرأي المشهور هو الرأي الأول أنه لا، حتى لو لم يكن هناك خيانة زوجية ولم
ترتدع المرأة لا بالمرحلة الأولى ولا الثانية، ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهذا أمر طبيعي حتى في قوانين البشر موجود. يعني فده إنسان في المجتمع أتى بعمل غير صحيح، يحذر، ينبه، يوجه، بعدين يهدد، لكن إذا استمر على ذلك شي يسوون له؟ ما يعطونه جائزة، وإنما يلقون به في السجن، وإنما يعاقبونه ببعض أنحاء العقوبات البدنية، هذا آخر المطاف. فهنا أيضا المشهور من العلماء قالوا أنه في عموم هذه القضايا منتهى الأمر إلى العقوبة البدنية. طيب، وذلك بعدما أن لم يمكن بالمرحلة الأولى من العظة والحديث القلبي، وتطلع وياها تتمشى وتوديها إلى مطعم وما أدري كذا وكذا، زين، وتزيل ما علق في قلبها على أثر تلك المشكلة، فإذا انتهت وهو الغالب أنها تنتهي كان بها، إذا ما انتهت وأصرت على أن تصعد الموقف آنئذ يجي قضية الضغط النفسي بالهجران، وإذا لم ترتدع ماذا تصنع؟ تطلق وما يصير، ترفع الأمر إلى المحكمة، على كل قضية كل يوم لازم تستأخذ سرعة على المحكمة إذا هالشكل، آنئذ لا يمكن الطلاق ولا يمكن رفع كل هالقضايا إلى المحكمة، يأتي شيء من العقوبة البدنية غير المبرحة حتى تحل المشكلة. فإن أطعنكم في إحدى هذه المراحل الثلاث فلا تبغوا عليهن سبيلا. أطعنكم في المرحلة الأولى في الموعظة لا تصعد إلى المرحلة الثانية، أطعنكم في المرحلة الثانية لا تصعد في العقوبة إلى المرحلة الثالثة. طيب، فإن الغاية ما كانت التشفي، ما كانت الغاية أنه أنت تطلع حرقة قلبك في هذا الشيء، وإنما الغاية هو إصلاح النشوز ورجوع الأمر إلى حالة الطاعة، فالصالحات قانتات مطيعات، لكن إذا صار نشوز فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.